السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل اليوم موضوعنا في الجافا سكريبت دوم ونحكي عن الماوس ايفنتس. اوكي، اخذنا الاحداث وفكرة عن الاحداث. احنا في عندنا احداث للماوس، اوكي، اللي هي اون ماوس اوفر، اوكي اون ماوس اوفر، اوكي، وفي عندنا اون ماوس اوت، اوكي، وفي عندنا اون ماوس داون، وفي عندنا اون ماوس اب. طيب خلينا نجي نشوفهم. هاي احداث بتخص في الماوس، اوكي. على سبيل المثال لو انا اجيت حكيت لهون هذول امثله ماشي، يوم خلاص خلصنا من الانبوت، خلصنا من كل شيء. لو اجيت حكيت له باراجراف وحكينا مثلا ديف، اوكي، مثلا تيست، وهون في عندنا تيست 1 مثلا اي دي ايكوال بي، هون مثلا اي دي ايكوال دي، تمام. طيب اوكي، اذا انا في عندي اي دي ايكوال بي واي دي ايكوال دي، تيست 1 وتيست. طيب لو نيجي هلا احنا هون، انا حكيت له بدي اجي احكي له هون، بدي احكي له اون ماوس، اوكي ماوس اب. هو في كثير يعني، بس احنا اهم اشي بدنا نشوف يعني هدول، اوكي. خلينا نجي ناخذ اول شيء الماوس اوفر. طيب هون نجي ناخد او كمان واحدة ماوس اوت، اوكي ايكوال. الماوس اوت ايش نفذ لي؟ مثلا اوت فانكشن اسمه اوت، والماوس اوفر شو نفذ لي؟ فانكشن اسمه اوفر، واعطيه ذس زي ما اتفقنا اللي هو نفسه، اوكي. هون نجي نعطيه ذس، اوكي. اذا حكيت له ذس ذس. طيب هل المفروض انا اجي اعمل فانكشن اسمها اوفر وفانكشن اسمها ايش؟ اوت. نحكي له function over data مثلا او my element، اوكي. وفي عندنا كمان function تانية اسمها ايش؟ out، اوكي، نفس الاشي over out، اوكي. طيب هلا في عندنا احنا لو انا جيت حكيت له هون mouse over، mouse over شو بتعمل؟ يعني زي كأني بحكي له لما تأشر لي على الدف، او لما تاشر لي على الاليمنت اللي انت مختاره، اوكي. يعني بس بمجرد تاشير، يعني انت فتت على، يعني انت فتت جوا الباراجراف هاي، اوكي، عملت اوفر عليها. طيب لو نيجي نعطي احنا هون مثلا دوت، او مثلا الباراجراف عندنا، اوكي، طبعا اجي احكي له ستايل، اوكي، هون مثلا ستايل. طيب لو بدي احكي له الباراجراف مثلا في عندي بادنج انا 20 بكسل، في عندي مثلا باك جراوند مثلا كلر ريد، اوكي. في عندنا على سبيل المثال، او بدناش باك جراوند، خليها هلا نشوف ليش، اوكي. بادنج مثلا انا بدي على سبيل المثال شو كمان، خلي الويت مثلا عندنا 200 بكسل، وخلي الهايت عندنا 200 بكسل، اوكي. نجي نعمل هون ريلود. اذا هاي هي الباراجراف اللي عندي، اوكي. اجعطيها باك جراوند عشان نشوف بس ريد، اوكي. اذا هاي هي الباراجراف اللي عندي، اوكي. طيب هاي الباراجراف عندي، اوكي، انا بدي لما ااشر عليه زيك او لما افوت عند الباراجراف هاي شو يعمل؟ ينفذ لي ايفنت معين. فأنا حكيت له إيش؟ ماوس أوفر. لما تيجي تعمل ماوس أوفر على سبيل المثال، تعال احكي لي كونسول دوت لوج مثلا تيست، أوكي. إذا أنا لاحظوا كيف أول ما بفوت أنا ما عملت إشي، أنا بس فتت في الماوس. لاحظ كيف أنا بفوت في الماوس، شو بيعطيني؟ تيست، أوكي، بنفذ لي الكود اللي جواها، تمام. طيب لو جيت حكيت له مثلا داتا دوت ستايل دوت باك جراوند color، تمام، background color مثلا خلي لي اياه black، اوكي. طيب وجد حكيت له مثلا انا data.style مثلا padding، اوكي، البادنج خلي لي اياه 30 بكسل، اوكي. ونشوف هون احنا بالاوت ايش بدنا نعمل. الاوت خليني انا احكي له هون مثلا بلو، اوكي، وهون البادنج خلي لي اياه 10. طيب البادنج هون ايش؟ خلينا نشيله، اوكي. اذا عندنا هاي الباراجراف. طيب لاحظ انا لما اعمل هون،
اوكي شو بيعطيني؟ بيعطيني بلاك عشان طب اللون خليه بلو. اوكي اذا اول ما افوت لاحظ شو بيعمل لي، بيخلي لي بيعمل بادنج وبيخلي لي باك جراوند ايش ازرق. لما اعمل ليف او لما اطلع من اعمل اوت، الاوت ايش تعمل؟ ماوس اون ماوس اوت اللي هي هاي. اوكي الاوت ايش تعمل؟ انه انا طلعت، يعني انا هيك فتت صح. اول ما اطلع ايش بدك تنفذ لي؟ اول ما اطلع بدك تنفذ لي تخلي لي البادنج 10 مثلا والخلفية مثلا ريد عشان نشوف كيف. لا هي اصلا ريد كانت، خليها اورنج مثلا. اوكي طيب لو اجي اعمل انا هون لاحظ شو صار. اول ما اطلع لاحظ شو بصير، بفوت بتصير هيك، بطلع بتصير هيك. اول ما افوت لاحظ، ممكن اعمل فيها انيميشن، ممكن يعني اعمل اللي بدي اياه فيها. اوكي طيب اذا الماوس اوفر، اول ما اقشر على او اول ما افوت على اللي هي الباراجراف. اوكي الماوس اوت اول ما اطلع منها. الماوس داون ايش بتعمل؟ خلينا نيجي هون على الماوس داون، نيجي نحكي له هاي داون. اوكي نيجي هون نيجي نغيرها نحكي له اب. هون في عنا ايش؟ اب. هون في عنا داون. هون في عنا ايش؟ اب. طيب باختصار هدول الاب والداون ايش بيعملوا؟ الداون زي كاني كيف انا بعمل كليك، اوكي تقريبا نفس مبدا الكليك، بس كيف انا اضل كابس، يعني انا اضل كابس على الماوس. اوكي بصير هيك، اول ما اترك كبسه الماوس بتصير ايش؟ اون اب، اون ماوس اب. طول ما انا طول ما انا ضاغط على الماوس داون، اوكي عفوا، طول ما انا ضاغط على طول ما انا ضاغط على الكبسه ايش اللي هي اون ماوس داون، اول ما اشيل ايدي من الكبسه ايش بصير؟ اون ماوس اب. طيب خلينا نيجي نشوف. اوكي نعمل ريلود. لاحظ انا اشرت ولا صار اشي، انا كبست. لاحظ طول ما انا كابس انا لساتني كابس. اوكي اول ما اشيل ايدي بيرجع ايش اللي هو الاون ماوس اب. اوكي طول ما انا كابس زي هيك اول ما اشيل بيتحرك، اول طول ما انا كابس اول ما اشيل وهكذا. اوكي فهاي هي فكرة الماوس ايفنت. طبعا في كثير، يعني لو انا جاجي هون مثلا اوكي اجي احكي له اون ماوس، لاحظ شو عندي؟ ويل اب داون اوت اوفر داون موف ويل. في عنا كثير يعني، بس انه هدول اهمهم. اوكي تمام، فبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس ويعطيكم الف عافية.